واحد بيقول كيف نوفق بين قول داود النبي أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان، وبين قول الكتاب مخيف هو الوقوع في يدي الرب. مخيف هو الوقوع في يدي الرب دي على اليوم الأخير، يوم الدينونة الأخير. لكن دلوقتي ربنا بيعمل معانا كل الطرق لكي يخلصنا، فإذا رفضنا يبقى في اليوم الأخير مش دلوقتي مخيف هو الوقوع في يدي